لكن تعالوا نتكلم شوية عن قيامة السيد المسيح. وموضوع القيامة موضوع كبير جدا، لان هو ده اللي كان جاي المسيح يحققه لينا. زي ما قلنا قبل كده ان المعجزة بالنسبة للمسيح ما كانتش قيامته، لان المسيح طبيعته هي القيامة، انا هو القيامة والايه والحياة. لكن المعجزة بالنسبة للمسيح كانت موته، كيف ان الاله يقبل الموت، واذا كان الموت ده نتيجة خطية كيف يقبل القدوس البار ذلك الموت في ايه في جسده. لكن بالنسبة لنا احنا العكس، الموت بالنسبة لنا مش معجزة، لان الموت هو ايه طبيعة بتاعتنا. لكن القيامة بالنسبة لنا هي الايه المعجزة، لان هي دي مش طبيعتنا، دي اللي اكتسبناها من شخص المسيح. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. هي ان اللي يرجع يقرأ الاصحاحات كلها في البشائر الاربعة اللي فيها معجزة القيامة يلاحظ بعض الملاحظات. ان في ظهور الملائكة للمريمات زي ما قرينا دلوقتي في متى 28، الملك كأنه بيديهم امر بالايمان، بيديهم امر بالايمان، بيقولهم امنوا بقى. طب وتأمنوا بسبب ايه؟ بسبب حاجتين. اول حاجة تذكروا الكلام اللي هو قاله لكم قبل كده، انه سيقوم وانه هيروح الجليل وهناك ايه ترونه، فذكرهم بكلام المسيح. تاني حاجة ادخلهم جوه القبر وقال لهم شوفوا القبر فارغ. يعني شفنا في انجيل معلمنا متى يقول لهم الملاك ايه، هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، تعالوا شوفوا عشان تتأكدوا. فاراهم القبر الفارغ وذكرهم بكلام المسيح وادهم امر بالايمان، صدقوا بقى وروحوا اخبروا التلاميذ واخبروا الباقي. وهتلاقوا برضك في البشائر الاربعة ان علامه مميزة ان كان الامر للمريمات انكم شاركوا الاخرين فيما اكتشفتم في المنظر اللي انتوا شفتوه، اخبروا بيه الايه الاخرين، بشروا بيه التانيين. وبعدين نشوف امتزاج الحزن بالفرح، اسف امتزاج الخوف بالفرح في المريمات. لكن الملاحظة المهمة لما ترجعوا تقروا بالتدقيق ان مفيش ولا بشير من البشيرين الاربعة ذكر منظر القيامة او وصف ازاي المسيح قام. كل الوصف اللي اتحط بعد قيامة الايه المسيح، القبر الفارغ ودحرجة الحجر ونظر الملاك وبعد كده ظهورات المسيح للايه للمريمات. لكن نفس اللحظة او الحدث بتاع القيامة محدش قدر يحط او محدش قدر يسجله. هتلاحظوا برضك ان ظهور السيد المسيح كان للمؤمنين فقط، ان ناس اللي ليه بيهم علاقة، ما ظهرش لعامة الشعب. ان كان المسيح مات قدام جميع الناس وقدام عامة الشعب الكويس والوحش الاممي واليهودي، كل الناس شافوا موته، اتفرجوا على موته وألامه، لكن قيامته لم تستعلن الا لاشخاص معينين فقط. اصل خبر موته ان المسيح مات من اجلك الكل يعرفه، لازم يوصل الخبر ده لكل انسان، عشان كده الكل شافه. لكن استعلان القيامة حياه الجديدة مش كل واحد هيقدر ياخدها، استعلان القيامة الحياه الجديدة مش كل واحد هيقدر ياخدها، ده مناس معينين فقط. وهنشوف بالتتابع مين هم اللي قدروا يروا قيامة الرب من بين الاموات وازاي عرفوه. وهنشوف ان ظهوراته لم تقتصر على افراد فقط،
على أشخاص، صحيح ظهر لأفراد زي مريم المجدلية زي السمعان، لكن ظهر أيضا لاثنينات زي المريمتين وزي تلميذي عمواس، ظهر أيضا لجماعات، ظهر للعشرة أول مرة وبعدين للحداشر، وبعدين أكثر جماعة شافته بعد القيامة كان 500 واحد زي ما بولس الرسول بيقول. وكان في كل مرة ظهوره ظهور شخصي إرادي، يعني محدش يعرفه إلا إذا المسيح إيه كشف عن نفسه. كان ظهوره ظهور إرادي، محدش يقدر يعرفه إلا إذا هو كشف عن نفسه. وبردك البشائر كلها الأربعة ابتدت بأن أخبار القيامة كان شيء مشكوك فيه، وكانوا مترددين جدا في قبوله، قبول موضوع القيامة ده، يعني مش قادرين يصدقوه، ويقولوا وبعضهم شكوا وطرأ لهم كلامهن كالهذيان. أخبار القيامة في الأول قوبلت بالرفض وبالشك وبالتردد في عدم وعدم قبول، لكن بعد كده ابتدت تتنقل من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين. وهتلاحظوا في كل البشائر أنها أظهرت ظهور ملائكة أثناء قيامة الرب أو في أحداث القيامة، زي ما في ميلاد الرب حصل ظهور للملائكة، زي ما أن السماء شهدت لميلاد المسيح المتجسد، ايضا شهدت لقيامة المسيح من بين الايه الاموات. وعشان نقدر نجمع الاربع اناجيل ونقدر نمشي بالحوادث ترتيب زمني متتابع، لان بعض الناس بتتلخبط لما تيجي تقرا كده تحس ان في اختلاف بين الاناجيل، واحد يقول والظلام باقي، والتاني يقول عند شروق الشمس، والتالت يقول بعد ان طلعت الشمس. ايه التوقيتات اختلافها ده ايه؟ تعالوا نرتب الاحداث اللي حصلت من يوم السبت بالليل. من يوم السبت بالليل الساعة 6 مساء، اللي هي الساعة 12 حسب توقيت اليهود، في الوقت ده كان السبت انكسر خلاص انتهى، من حق الناس انها تخرج وتمشي وتعمل اللي هي ايه عايزه، لان اليوم بيبتدي من عشية اليوم اللي ايه اللي قبله. فيوم السبت بالليل الساعة 6 بالليل كان كل الاستعدادات بتاعة السبت ايه انتهت، وكان من حقهم ان هم يتحركوا. فالساعة 6 بالليل خرجت مريم المجدلية ومريم ام يعقوب ومعها بعض المريمات لينظروا القبر عشان يعرفوا مكان الايه القبر والطريق ليه. بعد 6 بالليل بعد ما رجعوا وراحوا واشتروا مريم المجدلية وأم يعقوب وسلومة حنوط عشان يصحوا بكرة الصبح يكفنوا السيد المسيح. يوم الحد بدري والدنيا لسه ضلمة قبل شروق الشمس، وتقريبا في الساعة 5 الفجر، مريم المجدلية ومريم الأخرى اللي هي أم يعقوب وسلومي ومجموعة كتيرة من المريمات بتخرج متجهة ناحية باب أورشليم عشان تخرج تروح الأب. أحداث منظر الزلزال اللي حصلت ودحرجة الحجر وجلوس الملاك على الحجر المدحرج وارتعاد الحراس وخوفهم وبشارة الملائكة ليهم بقيامة الرب، كل الأحداث دي كانت حوالي الساعة 5 الفجر. لكن عشان نقدر ناخدها بالتفصيل ناخد خطوة خطوة منها. 5 الصبح المريمات ابتدوا المسيرة والظلام باقي، لكن مريم المجدلية بتجري وتسبق، وفي جريتها وسبقها لقت الحجر متدحرج والقبر فاضي، فرجعت بسرعة تقول لمين؟ لبطرس وايه ويوحنا. في الاول مريمات كلهم اتحركوا مع بعض، سبقت مريم المجدلية شافت المنظر رجعت تقول لبطرس ويوحنا اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. 5:30 كان الفوج الاول من المريمات وصل القبر،
وكانت في الوقت ده الشمس ابتدت تظهر، ابتدت الشمس تشقشق وتطلع. فتلقوا زي ما بيقول معلمنا لوقا بشارة الملاك ان هم يروحوا يقولوا للتلاميذ ليس هو ها هنا لكنه ايه قام، وروحوا اخبروا التلاميذ. الساعة 6 كان في فوج ثالث من المريمات وصل، اللي كان منهم يونا اللي بيقول عنها معلمنا لوقا البشير. يونا ومعهم ناس تانية، قد يكون معهم بعض الرجال. وصلوا الى القبر والشمس كانت طلعت واشرقت، عشان كده قال بعد ان طلعت الشمس وتلقوا نفس البشارة. الساعة 6:30 الصبح كان بطرس ويوحنا اتحركوا ووصلوا للقبر على حسب كلام مريم المجدلية. يوحنا وصل الاول، وصل الى حجرة الملاك اللي شفناها في الفيلم الفيديو، لكن ما قدرش يخش جوه، استنى لحد ما بطرس ايه جه. فدخلوا لقوا الاكفان موضوعة والمنديل اللي كان على رأسه موضوع في ايه في ناحية لوحديها. الساعة 6:30 كانت مريم سابتهم واقفة برة في البستان، واقفة خارجة عند القبر ايه تبكي. كانوا هما يوحنا دخل رأى وآمن زي ما بيعلق على نفسه بواسطة القبر الفارغ من غير ما ياخد أي بشارة أو أي حاجة، مجرد إن لقى القبر فاضي يقول رأى وآمن. الساعة 7 الصبح كانت مريم عمالة تبكي، وده كان أول ظهور لشخص السيد المسيح. لحد دلوقتي هما بيشوفوا منظر ملائكة والقبر إيه فاضي، لكن ما شافوش شخص المسيح. كان اول ظهور الساعة يوم الحد الساعة 7 الصبح لمريم المجدلية، لما ظنته ان هو البستاني، وبعدين قال لها لا تلمسيني، والاحداث بتاعت انجيل معلمنا يوحنا. وبعدين هي رجعت بعد اللقاء ده لما قال لها روحي قولي للتلاميذ، وفي الطريق وهي راجعة لقت بقية مجموعة المريمات، وكان منهم مريم أم يعقوب، فظهر لهم مرة تانية وبيقول أمسكت بإيه بقدميه وسجدت له. وده كان تاني ظهور يظهر لمريمتين. يوم الحد بعد الظهر من الساعة 4 لـ6 مساء كان في الطريق مع تلميذي عمواس، ماشي معهم إلى قرية عمواس. وبعدين لما ابتدأ النهار يميل دخلوه البيت على حدود الساعة 5:30، وبعدين قعد معهم وكسر الخبز لما كان اليوم انتهى، فعرفوه عند كسر الخبز. في نفس الوقت الساعة 4 مساء كان ظهر لسمعان لوحده، لان معلمنا لوقا يقول ان تلميذي عمواس لما رجعوا للتلاميذ قالوا لهم ان الرب ظهر لايه لسمعان. كان في نفس الوقت فترة بعد الظهر ظهر لسمعان وحده. يوم الحد الساعة 8 مساء في عشية اليوم والدنيا مظلمة والأبواب مغلقة ظهر للعشر تلاميذ، لأن ما كانش معاهم توما، وقال لهم جسوني، وطلب منهم أكل فقدموا له أكل وأكل قدامهم. بعديها بأسبوع ظهر في الأحد الثاني للـ11 ومعاهم توما، وقال له حط إيدك في مكان الجروح ولا تكن غير مؤمنا بعد بل تكن مؤمنا. وبعد كده ظهر لهم في مرة لـ7 من التلاميذ اللي كانوا في بحر طبارية وكانوا رجعوا يصطادوا. بعد كده ظهر لـ500 واحد في خلال الـ40 يوم، الى ان جاء الظهور الاخير وهم على جبل الزيتون. ظهور بحر طبرية ده كان مقصود به الجليل، المكان اللي اتفق معهم هناك يروح في الجليل، لان بحيرة طبرية دي كانت في الجليل، البحيرة اللي كانوا بيصطادوا فيها واللي كان جنبها اشبع الجموع من 5 خبزات وسمكتين. كل الذكريات بتاعتهم بتاعت الجليل كانت بجنب بحيرة طبرية. كان الظهور الأخير على جبل الزيتون بعد 40 يوم ثم صعوده
للسماء. دي كانت الترتيب الأحداث اللي نقدر نلاقيها من الأربع أناجيل ترتيبات ظهورات السيد المسيح. هنلاحظ برضك استعلان الإيمان بشخص المسيح كان بيتم على مراحل أو في درجات مختلفة. نراجعهم تاني. حاضر. من يوم السبت الساعة 6 بالليل نظروا القبر وعرفوا مكان القبر. بعد 6:30 اشتروا الحنوط. الساعة 5 الصبح يوم فجر الأحد ابتدت المريمات مسيرتها وسبقت مريم المجدلية. 5:30 الفوج الأولاني من المريمات يصل وكانت الشمس ابتدت تشقشق وتظهر وأخذوا الأمر من الملائكة بالبشارة. يوم الحد الساعة 6 الصبح الفوج اللي بعد كده من المريمات اللي منهم يونا واللي منهم أناس آخرين اللي بيذكرهم معلمنا لوقا. الساعة 6:30 بيصل بطرس ويوحنا. يوحنا بيخش الأول وبعدين يستنى بطرس لحد ما يجي يخشوا جوه القبر. الساعة 7 أول ظهور شخصي للسيد المسيح مع مريم المجدلية. وبعدين في الطريق وهي راجعة مع مريم الأخرى اللي هي أم يعقوب يمسكوا بقدميه ويسجدوا لي. يوم الحد من الساعة 4 ل6 مساء يمشي في الطريق مع تلميذي عمواس. وبردك الساعة 4 مساء يظهر لبطرس يقول ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. يوم الحد الساعة 8 مساء ظهوره للعشرة المجتمعين في العلية والابواب مغلقة. الحد اللي بعديه باسبوع يظهر لل11 ومعهم توما. بعد كده يظهر في الجليل على بحيرة طبرية. بعد كده يظهر ل500 شخص. وبعدين الظهور الاخير على جبل الزيتون بعد 40 يوم اثناء صعود السيد المسيح. لا لا لا. هي كلمة لا تلمسيني طبعا كنا هنخليها الانجيل يوحنا لما نيجي ندرسه بالتفصيل. لكن في اجابة سريعة كده لا تلمسيني مش بمعنى don't touch me. لا، لكن الكلمة اليونانية اللي قالها المسيح ابيتو يعني ما تعبطيش فيا، ما تعبطيش في رجلي. لان هي لما قال لها يا مريم بحركة انفعالية نطت ومسكت في ايه؟ في رجليه وعبطت فيه. فقال لها ما تعقينيش، مش وقته دلوقتي، لاني ورايا شغل، لاني لم اصعد بعد، ورايا صعود، لازم اقدم الطبيعة الجديدة اللي انا صنعتها واوجدتها قدام الايه؟ الاب. وانت كمان وراكي شغل، مش وقت انك تعبطي فيا. روحي قولي للتلاميذ ايه؟ يسبقوني الى الجليل هناك يرونني. لكن حكاية عدم ايمانها طبعا دي اراء المفسرين او تأملات. دليل على كده ان انجيل معلمنا متى يقول انها امسكت بايه؟ بقدميه، عبطت فيه. لكن هو قصده ما تعقينيش، مش قال لها بعدي عني، يعني مش وقته دلوقتي، ما تأخرينيش. ما هي كانت مريم المجدلية. ما هي زي عارفين لما واحد طفل كده لاقي حاجة ويتشعبط فيها، مجرد مشاعر فرح وايه؟ وانفعال. هو بيقولها مش وقته. ده كانت حتى بتحط النبوة اللي اتقالت في نشيد الانشاد، ان وجدت حبيبي من تحبه نفسي امسكته ولم ارخيه. ادخلته خبأ ايه؟ قلبي، ثبت ايه؟ فيه. فهو بيقولها مش وقت مشاعر وعواطف، لكن وقت شغل، وقت بشارة، وقت كرازة بالايه؟ بالقيامة. كان استعلان الايمان على درجات معينة. اول درجة، درجة يوحنا، انه مجرد دخل ولقى الاكفان موضوعة والقبر فارغ يقول رأى وايه؟ وامن، من غير ما يشوف حاجة. الاستعلان الثاني كان على مستوى مريم المجدلية، مجرد سماع الصوت يا مريم، سماع حسي للصوت، فعلى طول عرفته وامنت ايه؟ بيه.
المستوى الثالث كان على مستوى التلاميذ، قال لهم جسوني، ادي لحمي وادي ايه عظامي، لانه يقول ظنوا ان هو روح، فقال لهم الروح ملوش لحم وايه وعظمه اكل قدامهم. دي الرؤية الحسية العينية، يعني اكد لهم بالعيان باللمس جسوني. وبعدين المستوى الرابع مستوى ثوما، ان ما كنتش اتأكد انا بايه بنفسي، احط ايدي في اثار المسامير واثر الطعنة مش هآمن. وايضا ده المسيح اداله. وبعدين المستوى اللي فوق كل دول بقى، طوبى للذين امنوا ولم ايه يروا. الايمان اللي فوق مستوى الحس، وفوق مستوى الحواس والانفعالات والمشاعر. فاللطيف ان السيد المسيح قام قبل ما يتم الثلاث ايام، يعني هو قعد في القبر كم يوم؟ ثلاث ايام على حسب النظام الايه اليهودي، لكن في واقع الامر قعد 36 ساعة. وكان المسيح يقصد انه يقوم قبل نهاية اليوم الثالث، لان الحراس كلفوا بحراسة القبر كم يوم؟ ثلاث ايام بس. يعني لو كان استنى للحد بالليل كان الحراس ايه مشيوا. فكان من حق اي حد يدعي ان التلاميذ ايه سرقوه، لكن المسيح قام اثناء الحراسة. زي ما هنشوف بتفصيل كبير قوي ان الحراس دول كانوا اكبر دليل على قيامة الايه المسيح، بالرغم ان معلمنا متى يقول ان هم ادوهم رشوة وقالوا لهم قولوا ان التلاميذ ايه سرقوه، لكن هناخد الموضوع ده بتفصيل اكتر. فالمسيح قام قبل ما الحراسة تنتهي من عليه. ان كانت الحراسة دي ترمز للهيب سيف النار المتقلب، عارفين ليه سيف المهيب نار متقلب كان في يد الملاك في الطريق الى شجرة الحياة؟ فكان المسيح عايز يقول انا هخرج والحراسة ايه موجودة، لان هو الوحيد اللي يقدر يكتاز طريق شجرة الايه الحياة. كانت دحرجة الحجر هي علامة القيامة واعلان القيامة، لان لو الحجر فضل موجود والمسيح قام ما كانتش الناس هتعرف ان القبر ايه فارغ فاضي. فكانت دحرجة الحجر دي هي اعلان القيامة لينا احنا. دحرجة الحجر المختوم، وزي ما العذراء ولدت المسيح وبتوليتها مختومة، ايضا المسيح قام من القبر والحجر ايه مختوم، لان هي دي ارادته سواء في التجسد او سواء في القيامة. الباب اللي يخش منه يظل مغلقا الى الايه الى الابد، محدش يقدر يفتحه بنفسه، لا كان هخش جوه القبر. ما كان السؤال اللي محيرها، كان تعب المريمات كلهم، من يدحرج لنا الحجر؟ كان في كل ذهنها ان كل ممكن تعمله انها تدي قرشين للجنود عشان يسمحوا لها ان هم انها تخش. وكان في الجنود معروف عندهم الحكاية دي، يعني الرشوة، كانت بالرشوة وبالفلوس تقدر تعمل كل ايه كل حاجة، زي ما رؤساء الكهنة دول عملوا معاهم. فكان كل فكرها انها تدفع ليهم حاجة ويسمحوا لها بدخول الايه القبر تحنط. دي مريم المجدلية دي كانت جريئة جدا، فما تخيلوش منظر وادي هنوم اللي قدام القبر بتاع المسيح اللي كله مقابر، ودي خارجة والدنيا ضلمة وبتعدي في وسط المقابر، احنا بس لو النور واحنا قاعدين وسط الكنيسة النور اتقطع بتخاف، ودي واحدة. مدى الرعب اللي كانت ممكن تحس بيه. هم اللي حملوا بشارة الفرحة، زي ما حواء في الاول حملت رسالة الهلاك الى العالم، شفنا ان المرأة هي اللي وقفت جنب المسيح، الوحيدة اللي وقفت جنب المسيح في آلامه، وهي ايضا الاولى اللي حملت بشارة الايه القيامة لكل الكنيسة.
هم كان في ذهنهم سؤال من يدحرج لنا الحجر لأنه كان عظيما جدا، ازاي هنزقه حتى لو كانوا 6 7 مريمات مش هيقدروا يحركوه. الحجر ده يمثل الفاصل او الحجاب اللي بيفصلني عن المسيح، اللي بيحجب رؤية المسيح عني، الحاجز اللي بيني وبين المسيح هو ده الحجر ده. قد يكون الحجر ده خطية عادة جوايا، شهوة، مشكلة، احتياج، تعب موجود داخلي، عقدة نفسية مش قادر اشوف المسيح برؤية واضحة بسبب وجود هذا الحجر. والحجر ده عظيم، الخطية دي عظيمة، المشكلة دي عظيمة. ويتساءل الإنسان من يستطيع أن يدحرج الحجر؟ مين اللي يزيح ده؟ شك، ضعف إيمان، شهوة، عادة، مشكلة، حقد، عدم قدرة على مغفرة، مش قادر أشوف المسيح بسبب الحجر ده هو. فكانت الإجابة من الحجر ده محدش يقدر يدحرجه، محدش يقدر يدحرجه إلا قوة من إيه؟ من فوق. يقول فتطلعنا زي ما في إنجيل معلمنا مرقس، فتطلعنا وإذا الحجر قد إيه؟ دحرج. الملاك زي ما بيقول إنجيل متى هنا نزل دحرج الحجر، ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وقعد عليه، زي ما معلمنا متى بيقول دحرج الحجر ونزل بلباس ابيض كالثلج وقعد فوق الحجر. ان اللي يقدر يدحرج الحجر ده قوة من فوق. ان ما اقدرش اتمتع برؤية المسيح الواضحة الا اذا خدت قوة قيامة المسيح تدحرج الحجر فتديني رؤية واضحة، تشيل الشك، تشيل ضعف الإيمان، تشيل الشهوة، تشيل العادة، تشيل المشكلة، تشيل القساوة اللي موجودة جوايا، هي اللي تقدر تدحرج الحجر. فأقدر أتمتع برؤية واضحة لشخص المسيح. أصل المشكلة إن إحنا رؤية المسيح بالنسبة لنا رؤية مشوشة مش واضحة، وهو ده سر ضعفنا وسقوطنا باستمرار وتكاسلنا وتخاذلنا، ان المسيح مش واضح، الرؤية بتاعته مش واضحة. اهو ساعات بنشك، ساعات بنؤمن، ساعات بنحس انه قريب وساعات بنحس انه بعيد، ساعات بنحس انه موجود وساعات بنحس انه خيال، مفيش الرؤية الواضحة. لكن لو الناس قدرت تاخد رؤية واضحة لشخص المسيح تتغير خالص، تتغير كلياتا. هنتكلم كتير عن فاعلية القيامة في حياتنا وازاي ان القيامة دي تدينا رؤية واضحة لشخص المسيح. لكن الحجر ده مشكلة كبيرة بالنسبة لناس كتيرة. ناس بالنسبة لها عايزة حجر مختوم، يفضل مختوم موجود، زي رؤساء الايه الكهنة عايزين الحجر، مصلحتهم ان الحجر يفضل مختوم. ناس تانية زي المريمات عايزة الحجر متدحرج عشان تخش للمسيح. وناس تالتة الموضوع ما بيفرقش معاها، مختوم مش مختوم، موجود مش موجود، متدحرج مش متدحرج، مش مهم، المهم هنقبض كام. زي الجنود هنستفيد ايه، هناخد ايه، الموضوع معاهم ما يفرقش، المهم المكسب اللي ايه اللي هيكسبوه. ممكن المريمات يدوهم رشوة ويدحرجوا لهم الحجر، ممكن رؤساء الكهنة يدوهم رشوة ويختموا لهم الايه الحجر، ما تفرقش معاهم، المهم مين اللي يدفع. ده موقف ناس كتيرة في الحياة الروحية، مش مهم يعني تفرق ايه، المسيح اله مش اله، او الحياة الروحية بجملتها يعني ما تفرقش. يقول تطلعنا رأينا الحجر قد دحرج، وكأن الإنسان محتاج إلى تطلع. فوقت كتير الإنسان بيبقى شايل هم حاجة، الحاجة دي مش موجودة، إنه شايلين هم الحجر بينما الحجر اوريدي قد إيه دحرج، لكن هم شايلين إيه
همه، هم بس محتاجين الى تطلع، الى رؤية، تطلع يلاقي كل حاجة في شخص المسيح محلولة. وصلوا وحدثت الزلزلة، كأن الزلزلة اللي حصلت عند موته حدثت ايضا عند ايه؟ قيامته، كإعلان عن ان الذي مات هو الذي قام. عشان كده بنشوف الزلزلة بتحصل عند موت المسيح وعند قيامته. كلمة لطيفة قوي من الملاك للمريمات: لا تخافا انتما. دول يخافوا، حراس دول ايه؟ يخافوا. خليهم في ايه؟ في خوفهم، لكن انتوا ما تخافوش. كأن في عطاء مخصوص للانسان اللي بيطلب ويشتاق الى الايه؟ المسيح. في عطاء مخصوص ليه، انتوا ما تخافوش، انتوا حاجة سبيشيال، حاجة خصوصي، انتم بتطلبوا يسوع المصلوب. وكأن الصليب التصق باسم الايه؟ المسيح، يسوع الايه؟ المصلوب، المخلص المصلوب. عشان كده بقت علامة المسيح هي الصليب، ومفيش صليب من غير الايه؟ المسيح. يعني تلاحظوا في الطقس الارثوذكسي او في التقليد الارثوذكسي بتاعنا، ما تلاقوش الصليب الا وعليه شخص مين؟ المسيح. لكن يروح بعض الكنائس البروتستانتية او الكاثوليكية يلاقوا ممكن الصليب من غير المسيح، صليب سادة كده ما عليهوش حد. هما ليهم فكرة، يعني هما بيقولوا ان المسيح اتصلب خلاص، لكن المكان فاضي علشان انت تطلع ايه عليه دلوقتي يعني. لكن احنا ما بنعرفش صليب الا من غير المسيح. كانت المرأة هي اللي بتحمل رسالة الخلاص بعد ان حملت رسالة الهلاك اولا. وكأن المرأة لان هي دورها الولادة والانجاب باستمرار، وكان الوعد الاولاني ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، فكانت هي اول واحدة بتحتلم الايه؟ البشارة عشان تقولها لأولادها باستمرار وتقدم لهم شخص المسيح. يقول ان هما خرجتا ورقدتا بخوف وفرح. دي المشاعر المتضاربة في موضوع القيامة. ويمكن بعض الناس حتى اللي راحوا القدس وشافوا النور بيوصفوا اللحظة اللي بيخرج فيها النور من قبر المسيح، بيقولوا هي لحظة مزيج من خوف رعب وفرح. يعني دي حالة ما حدش يقدر يوصفها للتاني، عايز الانسان يحسها بايه؟ بنفسه. خوف وفرح في نفس الوقت، حاجة عجيبة يعني. وكانت الكلمة اللي قالها الملائكة للمريمات واللي قالها المسيح ايضا للمريمات لما امسكت بقدميه وسجدت له روحه للجليل. وكان الجليل ده يعني هو المكان المحبب جدا لشخص الايه؟ المسيح. برغم ان زي ما شفنا في الاول في دراستنا لمنطقة الجليل، الجليل جليل الامم، ده الشعب الجالس فين؟ في الظلمة، في ظلال الموت، اشرق عليه نور ايه؟ عظيم. الجليل ده كان معرفة ربنا فيه منعدمة، لكن شوفوا ربنا حوله لمصدر ايه؟ تعزية وفرح. قال لهم ادعوا للاختبارات القديمة يوم ما دعوتكم واخترتكم وعملت معكم معجزات وكلمتكم وحدثتكم وانبأتكم عن الصليب وعن الآلام وعن القيامة. ارجعوا للجليل، ارجعوا لبحيرة طبرية عشان تبتدوا تاخدوا قوة اندفاع ايه؟ جديدة. قديس اغسطينوس يقول تأمل جميل قوي ان كل واحد منا ليه جليل، كل واحد منا ليه جليل. فكل ما يضعف وكل ما يتهز كده ارجع للجليل بتاعك. قد يكون الجليل بتاعك ده مكان خلوة انت كنت بتاخده، كنت في بداية تعرفك بربنا ابتديت المشاعر الجميلة تتفجر جواك في هذا المكان. قد يكون ترتيلة، قد يكون لحن، قد يكون قداس، قد يكون صورة، قد يكون اي شيء
يذكرك بهذا المكان الايه الجميل المقدس والذكريات الاولى وتمتعك بربنا، وينسيك بقى كل مرارة الخيانة، كل مرارة التخلي والترك والغش والخداع والضعف والهزيمة. عشان كده ربنا بيقول لكل واحد خلي لك جليل، جليل حيث موضع الظلمة يشرق نور ايه عظيم. الجالسين في ظلال الموت اشرق عليهم فرح عظيم. عشان كده جميل ان الانسان يخلي له جليل يرجع اليه كل ما يحس ان هو ضعف. احنا هندرس موضوع القيامة بتفصيل شوية، لان القيامة دي هي حياتنا كلنا، فهناخد القيامة من جهة اثباتاتها التاريخية، وهناخد القيامة من جهة الناحية الروحية، المفهوم اللاهوتي والمفهوم الروحي اللي الانسان يعيش بيه، وزي ان فكر القيامة ده يكون حياتنا زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو ايه فوق حيث المسيح جالس. في المرات الجايه ان شاء الله نبقى نكمل موضوع القيامة. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل من انجيل معلمنا متى اصحاح 28، متى 28 عدد 6: ليس هو ها هنا لانه قام كما قال، فلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه اذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان إذ قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذ سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فذاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم، والمجد لله دائما أبديا أمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ظهورات السيد المسيح بعد القيامة، وعن ترتيب الأحداث من حسب البشائر الأربعة اللي كانت موجودة. لكن تلاحظوا ملاحظة لطيفة في البشارة بتاعت الملاك والكلمة اللي قالها السيد المسيح للمرأتين اللي هم قابلوه عند القبر وأمسكته بقدميه. أول حاجة بيقول أنه يسبقكم إلى الجليل، وكأن السيد المسيح حكاية يسبقكم يعني يسرع أو يعجل، لأنه مشتاق إلى لقاء تلاميذه. مش التلاميذ هم المشتاقين الى لقائه، ولكن اللي هيسبق هو شخص السيد المسيح. وكأن المسيح هو التملي المشتاق للقاء الانسان وتقابل الانسان لكي ما يرد الانسان الى مجده. والاول مرة السيد المسيح ينطق بهذا التعبير: اذهب وقولا لاخوتي. اول مرة يسمي التلاميذ ان هم اخواته، وهو صار كبكر بين اخوة كثيرين لما قام بكورة الراقدين. دعانا اخوة لي، لان هذا الجسد الممجد اللي قام دي ما قامش بيه لنفسه او لذاته، ولكن قام بيه من اجل البشرية، انه يجعل فيها خلقة جديدة وليها طبيعة جديدة. عشان كده سمانا احنا اخواته من بعد القيامة على طول.
والحقيقة ان موضوع القيامة هو اهم شيء في المسيحية كلها، لدرجة ان بولس الرسول يقول ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم. يعني من غير موضوع القيامة ده يبقى ايماننا ملوش معنى. كل الاديان اللي ظهرت في العالم سواء الحقيقية او الكاذبة كان ليها فلسفات معينة او اراء او تناولت مواضيع معينة عن الخير والشر، عن الاله والانسان، عن التقرب للالهة بدرجات مختلفة. لكن الحقيقة ان في اربع اديان ركزوا ديانتهم على الشخصيات اللي بشروا بيها او اللي انشأوها. يعني في ديانات كانت قايمة على اشخاص، زي الديانة اليهودية كانت قايمة على ابراهيم. ابراهيم هو اللي اسس الديانة اليهودية مش موسى، ابراهيم. حتى لما كانوا اليهود بيتكلموا مع المسيح وقالوا ان موسى اعطانا الختان، قال لهم لا، مش موسى اللي اداكوا الختان ده، الختان ده اخدتوه من ايام مين؟ ابراهيم ابوكم. وزي البوذية كانت قايمة على بوذا وعلى شخصيته الجبارة اللي قدر يحط مبادئ معينة للديانة بتاعته. زي الاسلام كان قائم على محمد، وزي المسيحية ما كانت وما زالت قائمة على شخص السيد المسيح. لكن تلاحظوا حاجة مهمة جدا، ان كل الشخصيات اللي ظهرت في الديانات التانية كلها ماتت. ابراهيم مات، بوذا مات، محمد مات، كل الهندوسية والكنفوشية والبراهما وكل الديانات اللي ظهرت كل مؤسسينها ماتوا، ومفيش ديانة من الديانات نادت بالقيامة او بقيامة مؤسسها ان الموت لم يستطيع ان يمسكه الا المسيحية. عشان كده لو شلنا موضوع القيامة ما يبقاش فيه مسيحية. وكل المحاولات اللي بتحاول انها تهاجم المسيحية وتهد من كيان المسيحية كلها كانت موجهة لنقطة القيامة، موضوع القيامة، لان ده الشيء الوحيد اللي تفردت به المسيحية عن كل الديانات الاخرى. فكل هجوم وجه ضد القيامة، سواء ان في اليهودية القول اللي شاع وشفناه ان المسيح ما قامش ولكن جسده اتسرق، او في الاسلام خد الموضوع من اصله من الاول وما قتلوه وما صلبوه، يعني لا هو لا مات ولا اتصلب ولكن شبه لهم. اذا كانش مات والصلب وبالتالي ما قامش. فكل الهجوم او كل الاعتراضات اللي وجهت حتى من الملحدين عشان تشكك في المسيحية كان الهجوم كله موجه لموضوع القيامة، ان المسيح لم يقم، لان هي الديانة الوحيدة اللي مؤسسها قيل عنه انه قام من بين الاموات. ده لدرجة ان بولس الرسول في بداية رسالته الرومية يقول آية شديدة جدا وقوية، يسوع المسيح ابن الله الذي تعين بقوة بقيامته من بين الاموات. يسوع المسيح ابن الله تعين بقوة، يعني دليل انه ابن الله والدليل القوي ان هو ابن الله هو قيامته من بين الاموات. فلو شلنا موضوع القيامة من المسيحية انتهت المسيحية، باطل ايمانكم ان لم يكن المسيح قد قام. وعشان نقدر نقترب من القيامة بكل ادلتها وبكل التفاصيل بتاعتها لازم نعرف ان فكر القيامة ما كانش غريب او حاجة ما حصلتش صدفة في تاريخ المسيح، انه مات وبعدين فوجئوا بيه انه قام اطلاقا. لكن شفنا من خلال دراستنا في الاناجيل ان المسيح كان مسبقا بيصف قيامته ويتنبأ بها. الاناجيل الاربعة مليانة من اول كرازة المسيح وهو بيتكلم ان ابن الانسان يسلم لايدي الامم ويقتلونه وفي اليوم الثالث
يقوم. في كل إشاراته في حديثه عن يونان، كما مكث يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض، انقذوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. فالقيامة ما جاتش حاجة اكتشفوها كده صدفة في تاريخ المسيح، لكن لا، ده القيامة شيء مرتب له من أول ما سيد المسيح تجسد على الأرض، وكان بيعلن هذا إعلان مسبق. حتى وإن كان في مرات كتيرة التلاميذ ما كانوش فاهمين يعني إيه إن المسيح يقوم من بين الأموات، ما كانوش فاهمين، لكن كانوا عارفين كخبر استلموه قيامة الرب من بين الأموات. لدرجة إن في واحد محامي بريطاني اسمه فرانك موريسون، ده كان إنسان ملحد، وحاول إنه يكتب كتاب ضد قيامة المسيح من بين الأموات، بيحاول بالأدلة وبالبراهين إنه يثبت إن المسيح ما قامش. بعدين راح في الآخر أعلن إيمانه بقيامة المسيح من بين الأموات، وكتب كتاب من يدحرج الحجر، أو من دحرج الحجر، وكتب الباب الأولاني فيه، اداله عنوان كده الكتاب الذي رفض أن يكتب. وكان أصلا كان كاتب كتاب ضد قيامة المسيح، فحس أن الكتاب رفض أنه يتكتب، لأن لقى أن كل الأدلة وكل البراهين بتقول لا، لابد أن يكون المسيح قد قام. فالقيامة بقت حادثة تاريخية مثبوتة في تاريخ البشرية، لأنها حصلت في مكان محدد في أورشليم، وفي زمن محدد في السنة 33 من حياة المسيح على الأرض، وبشهود وبظروف معينة تدل على أن المسيح لابد أن هو يكون قد قام. وتلاحظوا أن البشائر الأربعة ذكرت حادثة القيامة بالتفصيل وأجمعت عليها. يمكن حادثة الميلاد الأربع أناجيل ما ذكروهاش، متى ولوقا بس هما اللي ذكروا ميلاد المسيح، مرقس ما جابش سيرة عن الميلاد، مرقس ابتدى بخدمة يوحنا على طول، ويوحنا المعمدان ما جابش سيرة يوحنا الحبيب في إنجيله ما جابش سيرة الميلاد. لكن القيامة الأربع بشائر كتبت كأهم حدث في حياة السيد المسيح على الأرض هو حادثة القيامة. والأدلة الحلوة على قيامة المسيح تترجم في 7 حاجات كانت موجودة قبل القيامة، بعدين 7 حاجات دول ظهروا بمظهر آخر بعد قيامة المسيح. ففي مشاهد كانت موجودة قبل حادثة القيامة. أول مشهد أن يسوع قد مات، موت المسيح، والمنظر بتاع موت السيد المسيح بعد الآلام النفسية والآلام الجسدية وما فقدوا من دم ومن سوائل ومن أجراءات للتعذيب ومن رفع على الصليب كان كفيل جدا بأنه هو يميت أي إنسان، زي ما الأناجيل شهدت. لكن الحقيقة أن موت المسيح ما كانش بس بشهادة البشائر الأربعة، لكن موت المسيح كان بشهادة العسكر اللي هم كانوا مكلفين بحراسة المسيح على الصليب، ان هم لما جم يكسروا السيقان عشان يموتوهم، لان معروف ان الانسان المصلوب عشان يقدر ياخد نفسه بيزك بطرف رجليه، بيخبط في خشبة الصليب بطرف رجليه فيطلع يشب يلقط نفسه وياخد نفسه فتمتلئ رئتيه بالهواء فيقدر يعيش، لكن عشان يعجلوا بموته يكسروا الساقين فما يقدرش يشب الشابة دهيت، ما يقدرش ياخد نفسه فيموت بسرعة. لما جم يكسروا السيقان وجدوا ان المسيح مات وتأكدوا من موته. مش بس ان هما ما كسروش سيقانه،
لكن واحد من الجند حب يؤكد الموت بانه راح طعنه بالحربة، حتى لو ما كانش مات فان طعنة الحربة دي كانت كفيلة بانها تميته. ولما طعن بالحربة في جنبه خرج من جنبه دم ومية، دليل على موته ان الدم ده ما كانش خارج بنبضات او متدفق، لان لو واحد بيتجرح وهو عايش اي جرح يطلع دم متدفق، مع كل نبضة من نبضات القلب يضخ دم بره. لكن المسيح سال منه دم ومية نتيجة دليل ان هو ميت فعلا، وايضا بشهادة قائد المئة انه راح شهدوا لبيلاطس. لما بيلاطس تعجب ازاي ده مات بسرعة كده، فقائد المئة لازم يدي ويبلغ الامر تمام. الجيش الروماني كان من القوة ان مفيش مجاملات او ان واحد يلفق كلامه ويقوله، فالقائد الروماني او قائد المئة اكد لبيلاطس حقيقة موت المسيح، عشان كده امر انه يعطى جسده ليوسف الرامي. وحتى ان كان المسيح ما ماتش بكل الحاجات دي، فكمية الطيب المر والميعة والسليخة اللي اتحطوا عليه كانت كفيلة جدا بانه لو كان مغمى عليه تفوقه، ولو ما كانش مغمى عليه وعايش لسه كانت كفيلة بانها تكتم نفسه تخنقه. وحتى لو كان كده وكده فوضعه في القبر ودحرجة الحجر عليه لمدة اكثر من 36 ساعة من غير هوى كانت كفيلة بانها تميت اي شخص وضع في هذا القبر. عشان كده حقيقة موت السيد المسيح كانت مؤكدة، مؤكدة من رؤساء الكهنة، مؤكدة من قائد المئة، من العسكر، حتى في تاريخ البشرية بعد كده لما جه بولس الرسول يتحكم قدام أغريباس، أغريباس يعلق يقول ان يسوع مات بينما بولس يقول عنه ان هو حي. يعني أغريباس كان متأكد ان يسوع في التاريخ قد مات، لكن بولس بيقول عنه ان هو حي. اذا اول حقيقة مؤكدة هي حقيقة موت المسيح. ثاني حقيقة حقيقة القبر، ان القبر كان موجود فعلا. نلاقيه بيذكر في البشائر الاربعة كلمة القبر 32 مرة. ذهبوا الى القبر، دحرجوا على قبر، نظروا القبر، تتكرر كلمة القبر 32 مرة. لان في بعض الناس بتقول ان كان معروف ان بعد ما كانوا بينزلوا اجساد المصلوبين ما بيدفنهمش، لكن بيرموهم في حفرة في وادي هنوم. كانوا تملي معتادين على كده، ان اجساد الناس المصلوبة المجرمين والاثمة والقتلة تترمي في وادي هنوم من غير دفن. لكن المؤكد ان السيد المسيح ما حصلوش كده، وان كان في قبر. دليل على كده ايه؟ ان الرومان ما تفرقش معاهم الموضوع ده، هو ان كان في قبر ولا ما فيهوش قبر. لكن اللي كان يفرق معاهم مين؟ رؤساء الكهنة. عشان كده راحوا طلبوا من بيلاطس فرقة تحرس الجسد، تحرس القبر ويختم القبر. فوجود القبر ده مش بشهادتنا احنا، لكن ده بشهادة اليهود، لان كان يهمهم ان جسد المسيح يبقى عليه حراسة. ما سمعناش على مر التاريخ ان في ميت وضعت عليه حراسة. حراسة دي ممكن تكون على واحد عشان تحميه من الموت، لكن واحد اوريدي ان هو مات ما يحطوش عليه حراسة خلاص. لكن الحراسة دي وضعت على قبر، والقبر ده ما كانش فيه منطقة قبور اخرى، لكن كان في بستان، كان في قبر خاص، ما كانش في منطقة قبور عامة، كان لوحده، كان موجود في صخرة، والصخرة نحتت وانشئ فيها القبر على ارض مستوية، ما فيش جنبيه قبور خالص، والقبر ده مفصول لوحده في بستان لانه قبر خاص. كان القبر ده قبر صناعي وليس طبيعي،
لان عشان كده يقول ان يوسف الرامي نحته في الصخرة. فكان قبر معروف منفصل عن القبور الاخرى، ما هوش مقبرة عامة لكن مقبرة خاصة، ووضعت عليه حراسة. لان لو ما كانش فيه قبر وكانت وضع في الحفرة العامة بتاعة الناس اللي بيترموا من على الصليب، ما كانش رؤساء الكهنة طلبوا من بيلاطس ان هو يحرس هذا القبر. ثالث حقيقة، حقيقة الدفن. يبقى كان في موت للمسيح حقيقي، في قبر حقيقي موجود. ثالث حاجة ان المسيح دفن. وبرضك الاربع بشاير بيشتركوا في موضوع الدفن وفي وصف عملية الدفن. وكانوا بيجيبوا الاكفان من لفائف الكتان الابيض وبيلفوه حوالين جسم الميت لفات متتالية، ويسيبوا الرقبة لوحديها ويلفوها بمنديل خاص لوحديها. بس قبل ما يلفوا لفائف الكتان كانوا بيدهنوا الجسم بالمر، والمر ده مادة صمغية بتلزق، المر والميعة والسليخة. وكانوا كل ما يلفوا طبقة يحطوا بين الطبقة والطبقة التانية مر وميعة وسليخة. يعني المر ده موجود ما بين الكفن وجسد المسيح وما بين طيات الأكفان بعضيها وبعض، عشان كده كانت تبقى ملزقة كلها في بعضيها وملتصقة بجسد الميت. يصعب نزع الأكفان من على الميت، حتى ده اللي موجود في المومياات اللي بيشوفوها دلوقتي. رابع حقيقة كانت موجودة، حقيقة الحجر، لأنه كان في بستان، وده ممكن أي حد يخشه أو ممكن أي حيوان يخشه ويعبس وينبش في الجثث. حطوا حجر كبير مش من السهل تحريكه، والحجر الكبير ده كان يسندوه بحجر صغير جنبيه عشان ما يتقلقش ما يتدحركش. الحجر الصغير ده اسمه حجر الدفج. وكان ما بين الحجر الكبير والحجر الصغير في الأربطة اللي محطوط عليها الأختام بتاعة بيلاطس، الختم النسر الروماني وختم بيلاطس، لأن لو حد حرك أي حجر من الحجرين هتنفك الأختام. يبقى في حجر موجود وفي ختم محطوط على هذا الحجر، والختم معناه أن لا يستطيع أحد أن يمس هذه الأشياء. شوفوا في قصة دانيال، في سفر دانيال الإصحاح السادس، أن لما رموا دانيال في الجب الملك ختم الختم، ختم الجب بختمه لألا يتغير القصد في دانيال، لأنه كان حاسس أنه ممكن الناس اللي وشوا بدانيال يقتلوه، فحط أختامه. فكان معنى أن حد يكسر هذه الأختام أنه بيتحدى الدولة الرومانية أو جريمة ضد الدولة الرومانية وعقوبتها الموت. سادس حاجة شهدت قبل القيامة، موضوع الحراس. وكان الحراس عبارة عن فرقة من 16 جندي متقسمة اربع اربعات بيحوطوا المكان من كل ناحية، وكل فرقة بتختص بالحراسة هذيع معين من اهذعة الليل، لانهم كانوا بيقسموا الليل الى اربع اهذعة. والختم بالنسبة للحراس عندهم اكثر قداسة واهمية من كل معتقدات اليهود ومن كل فلسفاتهم ومن كل امورهم. يعني العساكر دول جايبينهم مخصوص لحراسة الاختام، الاختام دي لا تفك. وظيفتهم حراسة الجسد الميت اللي موجود داخل القبر، ما لهمش شغلانة تانية غير كده. وكانت عقوبة الجندي اللي ينام في نوبة الحراسة بتاعته ان هم يحرقوا ثيابه عشان يمشوه عريان بعد كده مفضوح. وده اللي بنشوفها في آية سفر الرؤيا، طوبى للإنسان اللي هو بيظهر لئلا يأخذ أحد ثيابه فيمشي عريانا. كانوا يحرقوا هدومه ويحرقوها وهي عليه ويقوروها من النص، علامة فضيحة انه
مش قادر يقوم بالعمل بتاعه، ده اذا نام. ولكن اذا فقدت الحاجة اللي مكلف بحراستها كانت عقوبتها الموت، ما فيهاش فصال. ونشوف ده في سفر الاعمال، انه بطرس لما هيرودس خده ورماه جوه السجن عشان يقدمه بعد العيد، وحط عليه 4 أرباع من الحراسة، وبعدين جه تاني يوم الصبح ما لقاش بطرس، عمل ايه في الحراس؟ موتهم، موت الحراس. لان ازاي بطرس يفقد منهم وهم على حراس، برغم انهم ما كانش ليهم ذنب. فكان معنى فقدان الشيء اللي بيحرسوه موتهم. ودي الحاجة العجيبة اللي نتعجب لها، ازاي بالرغم ان الحراس قالوا ان الجسد اتسرق منهم بحسب وشاية رؤساء الكهنة، الا ان بيلاطس ما قتلهمش. اكيد ان حصل في حاجة، زي ما رؤساء الكهنة قالوا لهم خدوا فضة كتيرة، والفضة دي كانت من اموال الهيكل، وقولوا ان التلاميذ جم واحنا نيام وسرقوه، واذا سمع عند الوالي نستعطفه. مهما كان دلتهم، يعني هم ما كانوش عندهم دل عند بيلاطس قوي، يعني بيلاطس كان بيحتقرهم جدا، لانه كان عارف ان هم اسلموا المسيح اللي قال عليه انه بريء اسلموه حسدا، وان هم غشاشين وكذابين، وكان عارف بكل المؤامرة، وعارف ان هم دافعين فلوس للجنود. لكن لانه كان قرف من هذا الموضوع، محبش يعمل بلبلة ودوشة اكتر في البلد بتاعته. عشان كده الامر العجيب ان الحراس دول ما اتقتلوش، بالرغم ان هم قالوا ان الجسد اللي مش جايين الا علشانه، وهي دي وظيفتهم انهم يحرسوا هذا الجسد. سابع حاجة في مشهد قبل القيامة، التلاميذ الهربانين الخايفين اللي الابواب مغلقة عليهم بسبب الخوف وبسبب النفسية المحطمة والامال الضائعة. وضع ما حدش حتى من التلاميذ فكر ان هو يروح يشوف الاب، قاعدين وقافلين على نفسيهم، حتى خافوا يظهروا ويهربوا ويرجعوا الى الجليل بلدهم او موطنهم الاصلي لئلا يلمحوا في الطريق. ده لسه ذهن الناس معلق بزي صورة مرقس اللي كان معاه في جسيماني، وبصورة بطرس اللي الجارية قالت عليه، فكانوا مستخبيين، ما كانوش ممكن ان هم يظهروا. لكن السبع شواهد دول نلاقيهم بيتغيروا تغير كلي بعد قيامة المسيح من بين الاموات. المسيح المائت يقوم، وهنخلي دي للاخر اثبات نتكلم عنه. لكن القبر صار قبرا فارغا، الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها. صحيح قالوا اختلاف في تفسير القبر الفارغ، لكن الحقيقة ان القبر صار ايه؟ فارغا، سواء المسيح قام او سواء التلاميذ سرقوا الجسد، لكن الاكيد ان القبر فارغ. والدليل ان القبر فارغ وان جسد المسيح مش موجود، ان لو كانوا عارفينه وكانوا متأكدين من وجوده كان بحثوا عن وجود المسيح واظهروا هذا الجسد، سواء ان هم جابوا التلاميذ وضربوهم وحققوا معاهم وسألوهم خبتوا الجسد فين، او فتشوا عنه، او دوروا عنه، او عملوا اي شيء، كان لابد ان هم هيظهروا هذا الجسد لو متأكدين من وجود هذا الجسد. الاكفان ما اتخدتش، كانت موجودة. ويقول ان الاكفان كانت موضوعة بعناية فائقة وبترتيب معين، ما هياش متلكلكة ومرمية، او ما هياش متاخدة خالص، لا، ده محطوطة ملفوفة زي ما كانت ملفوفة حوالين الجسد، لكن الجسد مسحوب منها فمبططة على نفسيها، والمنديل موجود لوحده مش موجود مع بقية الاكفان، وكأن الجسد سحب من الاكفان، بالرغم من ان صعوبة سحب الجسد، لان قلنا المر والميع والسليخة يلزقوا الاكفان في الجسد.
فالجسد مسحوب من الاكفان دهية. وضع الحجر ان الحجر مدحرج، وزي ما بيقول يوحنا مرفوعا من عن باب القبر، يعني متدحرج بعيد عن باب القبر، يعني مسافة كبيرة عن فم القبر. يعني دحرجته دي بتعمل دوشة بتعمل ازعاج، ومحتاجة القوة كتيرة علشان يمشي المسافة دي كلها الحجر. والختم مكسور نتيجة دحرجة الحجر، برغم ان كانت وظيفة الجند هي حراسة هذا الختم. الحرس الروماني اتحرك من حوالين القبر، قوم من الحرس راحوا دخلوا المدينة عشان يقولوا خبر، وقوم من الحراس التانيين كانوا موجودين عند القبر. لكن لما دخلوا المدينة حصلت بلبلة، راحوا قالوا رؤساء الكهنة فتشاوروا، جابوا مجمع السنهدرين، قالوا لهم كل اللي حصل من الزلزلة ومن كسر الاختام ومن دحرجة الحجر وان القبر فاضي. العجيبة ان رؤساء الكهنة بدل ما يعلنوا ايمانهم بقيامة المسيح من بين الاموات، راحوا قعدوا يتشاوروا طب نعمل ايه، فطلعوا حكاية سرقة الجسد، برغم ان احنا زي ما هنشوف انها فكرة سخيفة جدا لا يمكن انها تعقل. لكن ليه هم عملوا كده؟ اصلهم لو اعترفوا ان المسيح قام من بين الاموات يحصل لهم هم ايه؟ ده هم الشعب يقوم عليهم يموتهم، دول قتلوا المسيح ابن الله. عشان كده فضلت ذاتيتهم وانانيتهم موجودة، فطلعوا اشاعة كاذبة سخيفة بالرغم من عدم قبول العقل ليها. ساتت حاجة بعد القيامة ان السيد المسيح في ظهورات مختلفة ابتدى يظهر ويعلن ذاته لمريم المجدلية، للنساء اللي كانوا رايحين للقبر، لبطرس، لتلميذي عمواس، للتلاميذ اول مرة في عشية اليوم من غير توما وبعد اسبوع ومعاهم توما، وبعدين على بحيرة طبرية في الجليل، وبعدين لأكثر من 500 أخ، وبعدين ليعقوب لوحده، وبعدين مرة تانية في الجليل على الجبل في إنجيل متى 28 الجزء الأخير، وبعدين آخر مرة في وقت صعوده من على جبل الزيتون. وفي الظهورات دي سمعوه، مريم سمعته بيناديها باسمها، وشافوه رأوه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب ولمسوه، جسوه، جسوني، إن الروح ملوش لحم وعظم، وأكلوا معه، نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته، زي ما بطرس بيقول في سفر أعمال الرسل. والعجيبة من كده، الأعجب من كده، إن قدام موضوع القيامة لما التلاميذ ابتدوا يبشروا بيه ما وجهش بمقاومة. يعني تقروا سفر أعمال الرسل، اليهود رؤساء الكهنة ما واجهوش موضوع القيامة، لكن واجهوا التلاميذ اللي ببشروا بالمسيح. لكن موضوع القيامة في ذاته ما سمعناش اعتراضات عليه. والدليل على كده ان في اول وعظة يوعظها بطرس يجيب 3000 واحد. 3000 واحد دول ما تفتكروش ان في لحظة كده يعني اتغيروا، لا، ده 3000 واحد دول كان عندهم، لانهم كانوا موجودين من عيد الفصح لعيد الخمسين، موجودين في اورشليم ومتابعين الاحداث، والخبر كان معروف. ده لدرجة ان شفته لما المسيح ظهر لتلميذي العمواس واتكلم معهم كده كأنه ما يعرفش حاجة، قالوا له انت غريب عن المكان ده، ده ما فيش حد الا ويعرف الاحداث اللي تمت اخيرة. عشان كده القيامة كفكرة في اول بشارة الرسل لم تلقى اي معارضة او مقاومة من اليهود، ما قدروش يحاربوا النقطة دي لانها
كانوا حاسينها وشايفينها قدامهم والتغير اللي بيحصل قدامه ما قدروش يواجهوه. لكن اللي استهزأ بفكر القيامة الناس الوثنيين. لما بولس كان في اليونان في أثينا وكان بيكلمهم عن القيامة من بين الأموات سخروا بيه. فستوس الوالي الروماني لما بولس كان بيكلمه عن القيامة قال له أنت تهزي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. لكن اليهود ما أظهروش أي اعتراض على موضوع القيامة. ففي حقائق بقت ثابتة في التاريخ بعد حادثة القيامة وبعد تغير السبع حاجات دول. في حقائق تاريخية بقت معلومة أن القبر فارغ. في حقائق سيكولوجية بانت في حياة التلاميذ تغيرهم النفسي بعد ما كان في خوف وضعف وجبن وهروب، بقى في قوة وشجاعة ومجاهرة وفرح وجراءة وانتشار. تغيير سيكولوجي حصل في التلاميذ، نفسيتهم اتغيرت خالص. ده الاثناشر فتنوا المسكونة كلها. وايضا تغيير سيسيولوجي حصل في المجتمع نفسه، تغيرات اجتماعية حصلت سيسيولوجية، ان بقى في كيان جديد ظهر اسمه كيان الكنيسة. سموه في الاول الطريق، اتباع الطريق زي ما كان بيقول مع بولس. لكن في جماعة ظهرت جديدة في المجتمع بقى لها كيان وبقى لها اجتماعات وبقى لها نشاط. يوم السبت اتغير ليوم الحد، ويوم الحد بقى له وضع في المجتمع. في عادات ظهرت، العشر رباني واجتماعهم، المعمودية انتشرت. كل ده بعد القيامة حصل تغيرات في المجتمع نتيجة موضوع القيامة. فعشان يواجهوا موضوع القيامة على مر التاريخ ظهرت اربع نظريات ضد القيامة بتقول ان المسيح ما قامش. وهنشوف النظريات اللي ظهرت دي وازاي انها لا يمكن تكون حقيقية، بل بالعكس تؤكد فعل القيامة. زي ما ان موضوع الحراس كانوا قاصدين دي ان هم يمنعوا القيامة، لكن صار موضوع الحراس ده تأكيد للقيامة. النظريات اللي اتحطت صارت تأكيد لقيامة المسيح من بين الأموات. أول نظرية اتقالت هي نظرية الإغماء، أن المسيح ما ماتش لكن كان مجرد مغمى عليه، وبعدين لما اتحط في القبر مع الهدوء والراحة قدر يستعيد قوته ويفوق ويقوم. الرد على نظرية الإغماء ده هي أول حاجة الكلام اللي اتأكدناه منه إن المسيح مات فعلا بالآلام اللي شافها وبشهادة العسكر وبشهادة رؤساء الكهنة وبشهادة قائد المئة وبشهادة بيلاطس نفسه. لكن حتى لو قلنا، لو فكرنا في الموضوع ده بالعقل، لو هو مغمى عليه كانت الأطياب المر والميعة والسليخة بالكميات اللي اتحطت كفيلة بإما إن هي تفوق اللي مغمى عليه أو تموته تخنقه. مكوثه في القبر مع عدم تجديد الهواء لفترة كبيرة تزيد عن 36 ساعة كفيلة بأنه حتى لو كان مغمى عليه مش يقوم، ده يموت. وحتى لو كان مغمى عليه وفعلا قام، ازاي يقوم من اغماءه ويقدر يدحرج الحجر العظيم ده؟ هو هيجيب نفس منين؟ وازاي يطلع من وسط الاكفان؟ يفك نفسه ازاي؟ ده واحد اخد الضرب والالام دي كلها، حتى لو ما ماتش مش هيكون فيه قوة انه يقوم يدحرج الحجر او يفك الاربطة اللي مربوط بيها. ده اكتر من كده، ازاي يقدر يمشي ساعات ومسافات كتيرة؟ ده مشي مع تلميذي عمواس 60 غلوة سفر سبت. طيب لو كان مغمى عليه وقام، ازاي يطلع من الجلود ويهرب من الجلود وهم مش شايفينه؟ حتى لو كان مغمى عليه وابتدى يفوق، على الاقل كان يحتاج الى فترة نقاهة طويلة جدا يعوضوه بالسوائل اللي فقدت منه وبالدم
وان هم يطيبوا الجروح بتاعته، لا ده محتاج حد يعتني بيه وينقله ويشيله، لكن يقوم من نفسه ويدحرج الحجر ويمشي المسافات الكتيرة لا يمكن. اذا موضوع ان المسيح كان مغمى عليه لا يمكن ان هو يكون فعلا حقيقة. تاني نظرية حطوها ضد قيامة المسيح نظرية السرقة، ان المسيح اتسرق، الجسد بتاعه اتسرق ولا يعلم اين يوجد. طب لو فكرنا في موضوع السرقة، مين اللي هيسرقه؟ تلاميذ. التلاميذ اللي كانت حالتهم كلها ضعف وجبن وخوف وقافلين على نفسيهم وخايفين حد يشوفهم، طب وهيسرقوه ليه؟ ده هم اصلا فكرة القيامة ما كانوش متوقعينها، ما كانوش فاهمينها. هيسرقوه عشان يقولوا ان المسيح قام؟ اذا كان فكر القيامة شيء غير متوقع، حتى لما قاموا شافوه بعضهم شك، ظنوه خيال. طب ولو كان التلاميذ هم اللي سرقوه، هل يعقل ان هم يعملوا كذبة وبعدين يموتوا علشانها؟ ده التلاميذ دول كلهم حطوا حياتهم تمن شهادتهم للمسيح الايه القائم. بنعمل كذبة واموت وانا عارف ان انا بكذب على نفسي؟ ده كلهم ماتوا الا يوحنا، ده كلهم تحملوا الالام من اجل قيامة المسيح. والتغير اللي حصل فيهم تغير نتيجة ان هم بيضحكوا على العالم. اذا لا وضع التلاميذ ولا ظروفهم ولا حياتهم بعد كده تقدر تقول ان هم اللي سرقوا الجسد من القبر. ممكن يكون رؤساء الكهنة، اظن ده شيء مستبعد جدا، يهمهم جدا ان الجسد يظل في القبر وطلبوا من اجل هذا الحراسة. يكون بيلاطس هو اللي اخذ الجسد، اول واحد يهمه هدوء الامور في البلد بتاعته هو بيلاطس، وموضوع اخذ الجسد ده عمل له دوشة، وهياخده يعمل بيه ايه؟ عندا وكيدا في رؤساء الكهنة. لكن الاضطراب اللي حصل والقلق اللي حصل ده كبير، كان يهمه سلامة وهدوء الولاية بتاعته، لان اي شغف في الولاية بتاعته هيخليه يعرض ان قيصر يشيله من الحكم. يكون لص بالصدفة خد سرق المسيح، زي ما افتكرت مريم المجدلية اخدوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. طب اللص اللي هياخد جسد المسيح ده هيسرق الجسد ليه؟ الا من اجل انه ياخد الاكفان، هي اللي غالية. لكن اللي اتوجد الاكفان ظلت موجودة في القبر، بينما اللي اتاخد الجسد. اذا لو كانت بهدف السرقة من اجل المادة مش ممكن، لان هو ساب المادة والجسد هو اللي مختفى. طب الحراس اللي كانوا موجودين دي كانت وظيفتهم الوحيدة انهم يرعوا هذا الجسد ويحرسوه، قالوا ان هم ناموا. طب وهل يعقل حتى لو قلنا ان الضعف البشري برغم انه ممنوع ان الجندي ينام اثناء الحراسة، وبعدين دول 16 بيتناوبوا مع بعضيهم، اللي بينام بيفضل واحد صاحي، فمش معقول ان كلهم ناموا في وقت واحد؟ ده ما كانش جندي واحد، لو كان جندي واحد او اتنين قلنا معلش ممكن ان هم ينعسوا، لكن ده فرقة وعليهم قائد، مش معقول ان الكل نام في وقت واحد. وهم عارفين اهمية الوضع اللي فيه وان اهمية الجسد ده، وان في فكرة مسبقة من رؤساء الكهنة ان الجسد ده ممكن يتسرق، يعني عندهم اخبارية بالموضوع ده. طب واذا كانوا ناموا فعلا، ازاي بتقولوا ان التلاميذ سرقوه؟ عرفتوا منين ان التلاميذ هم اللي سرقوه؟ لو شفتوهم طب ما صحتوش ومنعتوهم ليه؟ عرفتوا منين ان التلاميذ هم اللي اتسرقوا؟ وعرفتوا ازاي ان هو اتسرق؟
طب ولو شفتوهم وهم بيسرقوه ما مسكتهمش ليه؟ بتقولوا انكم نايمين. اليست دحرجة الحجر، ذلك الحجر العظيم، كفيلة بانها تصحيكم من النوم؟ حتى لو كان في منكم متثقل بنوم عميق، الكل يعني خلاص في نوم عميق لدرجة ان دحرجة حجر بحاله ما تصحيش حد منكم؟ ولو كان واحد صحي كان صح الكل. عشان كده صار الحراس او وجود الحراس برغم ان هم كان قصدهم انهم يمنعوا فكرة القيامة، الا ان الحراس دول صاروا دليل على القيامة في حاجتين: في الكذبة اللي قالوها لانها لا تعقل، مش ممكن يناموا، ولو حد فيهم نام مش كلهم هيناموا في وقت واحد، ولو كانوا نايمين عرفوا منين ان التلاميذ اللي سرقوه، ولو عرفوا كده ليه ما مسكوهمش. ثانيا دحرجة الحجر كانت تصحي اي حد نايم. ثالثا والاخطر ان هم لم ينالوا عقابا بالرغم من تقصيرهم في المأمورية، بعكس اللي كانوا بيحرسوا بطرس، مجرد ما طلع هيرودس وما لقاش بطرس جوه المحرس موتهم كلهم. وإذ كانت فكرة السرقة قبلت عند بيلاطس، طب حاجة بسيطة قوي، سرقوا الجسد، اقبض على التلاميذ يطلعوا لك الايه؟ الجسد. ليه ما قبضوش على التلاميذ؟ لما التلاميذ اتهموا بسرقة الجسد ليه ما قبضوش على التلاميذ واجبروا التلاميذ ان هم يظهروا هذا الجسد المسروق؟ لكن حاجة من دي ما حصلتش. طب بقاء الاكفان، في واحد هيخش يسرق هيسيب الاكفان مرتبة كده، ولا واحد هيسرق هياخد بسرعة يخطف ويجري؟ مش هيقعد يفك الاكفان الملزقة بصعوبة. عشان كده فكرة السرقة لم تكن مقبولة ولا معترف بيها. بعد شوية جماعة من الملحدين طلعوا نظرية ثالثة عن موضوع القيامة، اللي هي نظرية الهلوسة. قالوا ان التلاميذ ما شافوش حاجة، لكن التلاميذ شدة تعلقهم بالمسيح وحبهم للمسيح اتخيل ليهم ان هم شافوا المسيح. زي ام مثلا يكون عندها ابن وبتحبه جدا، وبعدين الابن ده يموت في حادثة، فتيجي في الاماكن او في الاوقات اللي كان الابن ده بيكلمها فيها وتبتدي تفتكره وتقول انا شفته وكلمني وجي سلم عليا وزارني وعمل معايا وسوى، بتهلوس. فقالوا لشدة تعلقهم بالمسيح اتهيأ لهم ان المسيح بيظهر. اول حاجة لازم نعرفها ان الهلوسة تحصل لواحد متوقع هذا، لكن التلاميذ ما كانوش متوقعين ابدا ان هم يشوفوا المسيح مرة ثانية. التلاميذ كانوا في يأس شديد جدا، كانوش فاكرين ان هم ممكن يشوفوا المسيح مرة اخرى. تاني حاجة ان الهلوسة لا يمكن انها تصنع ابطال، تلاقوا المهلوس فكره مشتت، ذهنه غير منضبط، ما يقدرش يصنع منه رجال يفتنوا المسكونة كلها. لكن الاخطر من كده ان الهلوسة دي ممكن تحصل لفرد، لكن يندر ان الهلوسة تحصل في نفس الوقت الاثنين مع بعض. يعني لو كانوا كلهم بيهلوسوا فمش كلهم هيهلوسوا في وقت واحد، كل واحد هيهلوس في الحاجة اللي ترتبط بيه نفسيا. يعني بطرس يهلوس ساعة صياح الديك، كل واحد ليه موقف معين كده مع المسيح يهلوس ساعتها. لكن المسيح ظهر لعدد كبير جدا وصل الى 500 واحد، وظهر لهم في اوقات مختلفة، مرة في الفجر، مرة ساعة الظهر، مرة في العصر، مرة في بالليل، وظهر لهم في اماكن مختلفة جوه العلية وفي الشارع وعند بحيرة طبارية وعند القبر، وفي ظروف مختلفة. الهلوسة تبقى مرتبطة بمكان معين او بميعاد معين، لكن المسيح كان بيظهر في كل الاوقات وفي كل الاماكن، وظهر لناس على انفراد زي مريم المجدلية وزي بطرس وزي يعقوب، ظهر لاتنينات زي المريمتين زي تلميذي عمواس،
لما ظهر لعشرة وبعدين 11 وبعدين 500، فالهلوسة ما تكونش إلا مرتبطة بزمن معين وبمكان خاص. لكن الأكبر رد على فكرة الهلوسة، ولو سلمنا إن هم هلوسوا كلهم مع إن ده احتمال نادر جدا، لماذا توقفت الهلوسة بعد 40 يوم؟ كلهم خفوا مرة واحدة بعد 40 يوم؟ إذا كان كلهم بيهلوسوا بيقولوا إحنا بنشوفه، طب كلهم خفوا مرة واحدة بعد 40 يوم لما انتهت الظهورات دهية؟ إذا موضوع الهلوسة غير مقبول. ظهر في القرن الماضي واحد وحط النظرية الرابعة ضد قيامة المسيح، هي إنهم أخطأوا في القبر، يعني راحوا قبر تاني مش قبر المسيح، وبيدلل على كده إنه مسك في آية من الكتاب المقدس، نفس الآية اللي قالها الملاك لمريم ليس هو ها هنا، فقال ان دي معناها ان ده مش مكانه، ليس هو ها هنا يعني ده مش مكانه. هو طبعا خد نص الآية، ليس هو ها هنا لأنه قد قام، انظروا الموضع الذي كان فيه. فنظرية الخطأ في القبر، نشوف ان من تأكيدات الكتاب المقدس ان كان صعب جدا ان مريم المجدلية تخطأ في القبر. ليه؟ لانها يوم الجمعة بالليل مضت ونظرت القبر وكانت جالستين امام القبر، يعني قعدت هي ومريم ام يعقوب واتفرجوا تمام على الدفنة، وخدوا وقت لحد ما شافوا القبر وتأكدوا منه. ومش معقول ان خلال 72 ساعة بالكتير قوي ده الفرق بين الزيارتين ان هي تكون نسيت القبر. وعلى افتراض ان مريم اخطأت في القبر، طب بطرس ويوحنا برضك اخطأوا؟ طب رؤساء الكهنة برضك اخطأوا في القبر؟ ما كانوا راحوا للقبر الصحيح وطلعوا الجسد واظهروا ان الجسد موجود. وعلى افتراض برضك ان رؤساء الكهنة اخطأوا، طب يوسف الرامي اللي نحت القبر في الصخرة بنفسه واللي صنع هذا القبر يغلط كمان في قبره؟ بعدين دليل على خطأ عدم خطأ القبر ان القبر ده كان لوحده، ما كانش فيه مقبرة عامة، ده هو كان صنعه في بستان وصنعه نحته في الصخر لنفسه، ما كانش حواليه قبور اخرى. طب وحتى لو مريم المجدلية غلطت في القبر والملاك قال لها ما هوش هنا، طبعا الاكيد كانتش هترجع بالحنوط اللي معاها، ده هي اخدة الحنوط مخصوص عشان تكفن الجسد، كانت فضلت تدور عليه لحد ما تستخدم الحنوط. عشان كده فكرة الخطأ في القبر ايضا فكرة مرفوضة بالتأكيدات اللي ظهرت على مر التاريخ. ولو كان هم عرفوا كده اليهود كانوا اظهروا جسد المسيح ووصلوا للمقبرة الايه الصحيحية. كل ده من اجل ان احنا نصل الى حاجة اللي هو وصل ليها ذلك المحامي البريطاني لما كان قصده يفند فكرة القيامة، الى انه وصل وكتب الكتاب الذي رفض ان يكتب، وكتب كتاب من دحرج الحجر واعلن ايمانه واقتناعه الكامل بكافة البراهين والادلة ان المسيح لابد ان يكون قد قام من بين الاموات. كده نقدر نشوف ان القيامة كحدثة تاريخية مثبتة بالبراهين ادت الى تغييرات في التاريخ، ادت الى تغييرات اجتماعية، ادت الى تغييرات سيكولوجية في حياة ناس كتيرة جدا. كل ده بيورينا اهمية القيامة عندنا، ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم. لكن يبقى شيء مهم، هو ازاي ان انا اخد قوة القيامة دي في حياتي، وازاي اعيش فكر القيامة باستمرار. ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ نعم. صورة اللي مطبوعة على كفن المسيح صورة نيجاتيف، يعني
لو كان مطبوع نتيجة طبع كده كانت لازم تطلع بوزيتيف، لكن نيجاتيف دي نتيجة اشعاع خرج في ساعة القيامة طبعت الجراحات وطبعت سورة المسيح على الكفن. في الاخر شككوا قالوا ان الكتان ده تاريخه ما يرجعش الى زمن السيد المسيح. هما نسيوا حاجة مهمة جدا، انه بيقيسوا عمر اي حاجة ازاي؟ بنسبة الكربون المشاع اللي موجود فيها. كل ما نسبة الكربون المشاع تقل كل ما ان الحاجة دي يبقى عمرها اطول، لانها فقدت نسبة كربون كبيرة منها. لكن لما جم شافوا نسبة الكربون اللي موجود في كفن المسيح لو انها نسبة عالية، فقالوا ان ده ما يرجعش الى تاريخ 2000 سنة. لكن نسيوا ان القيامة في حد ذاتها هي اشعاعات تزود من نسبة الكربون اللي موجود جوه الايه الكفن، لان القيامة نفسها بتعطي اشعاعات. وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، أمين. وإحنا بنيجي عند آخر إنجيل معلمنا متى في إصحاح 28 من عدد 16، بعد ما تكلمنا المرات اللي فاتت عن حادثة القيامة وظهورات السيد المسيح للأشخاص المختلفين، وتكلمنا عن عقيدة القيامة كعقيدة أساسية في المسيحية، وعن الأفكار اللي وجهت ضد قيامة السيد المسيح والاعتراضات وإزاي الرد عليها. تعالوا نتكلم عن اختبار القيامة في حياة الكنيسة وفي حياة كل فرد منا. إيه معنى القيامة بالنسبة لكل واحد منا، وازاي احصل على عمل القيامة في حياتي؟ لان مش مجرد ان انا اعرف ان المسيح قام وان انا اثبت هذه القيامة بالمعرفة العقلية او بالاثباتات والبراهين النظرية يكون كافي ان يكون لي قوة القيامة وعمل القيامة وفعالية القيامة في حياتي. ايه معنى القيامة وازاي اخد اختبار القيامة ليا؟ ده الحقيقة اللي بيتكلم عنه الباراجراف الاخير من انجيل معلمنا متى. يقولوا اما الاحد عشر تلميذا انطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع. نشوف فعل الطاعة ان التلاميذ راحوا الى منطقة الجليل والى الجبل اللي كانوا بيجتمعوا فيه مع شخص السيد المسيح اللي قال عليه الموعظة واللي قال عليه التطويبات. لما عاشوا امر المسيح ابتدى المسيح من خلال طاعتهم لامره يديهم فاعلية القيامة ومفهوم القيامة ويرفعهم حتى فوق مستوى الضعف بتاعهم. يقول ولما رأوه سجدوا ولكن بعضهم شكوا. حتى في هذه اللحظات كان لسه الضعف، ضعف الايمان وعدم فهم ايه معنى القيامة موجود داخل التلاميذ. لكن السيد المسيح ما سبهوش، السيد المسيح ازال كل شك وكل عدم فهم في موضوع قيامته. عشان كده يقول الفعل الجميل تقدم يسوع وكلمهم، يعني المسيح هو اللي قرب منهم. المسيح حاول ومش حاول فقط، ولكن فعلا قرب ليهم مفهوم القيامة وحقيقة القيامة. لانهم كانوا عاجزين عن ان هم يقربوا من الحقيقة دي، عاجزين من ان هم يقبلوا فعل القيامة في حياتهم بسبب ضعف الايمان وبسبب الشك وبسبب عدم وضوح الرؤية. فكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. طب من اين له هذا السلطان؟ وايه هو هذا السلطان؟ وسلطان على ايه؟ دفع الي كل سلطان من السماء والارض. طب مين اللي اعطاك هذا السلطان؟
مين اللي أعطاك هذا السلطان؟ مين اللي دفع له هذا السلطان؟ أكيد الآب. عشان كده ما نستعجبش لما نقرا في الرسائل وفي سفر اعمال الرسل التعبير اللي بيستخدمه الرسل في كرازتهم بقيامه المسيح، يقولوا ان الله اقامه من بين الاموات. ما يقولوش ان المسيح قام من ذاته، لكن يقولوا ان الله اقامه من الاموات، دفع اليه السلطان، مش لانه عاجز عن القيامه بذاته لان هو والاب واحد، لكن كان لازم يسيب الاب هو اللي يقيمه، كان لازم يستلم هذا السلطان من الاب، لان الكلام ده زي ما هنشوف ما كانش يختص بالمسيح شخصيا، لكن كان يختص بنا احنا ككنيسة المسيح حملها في جسده. اول حاجة كان لازم الاب يعطيه هذا السلطان، سلطان القيامة، ويقيمه، لان موضوع التجسد كله كانت فكرته ايه او ضرورته ولزومه ايه؟ ان الانسان عجز على انه ينفذ مشيئة الاب، مش قادر ينفذ مشيئة ربنا. فجه المسيح اخلى ذاته، اخذ صورة انسان، وكل عمله انه ينفذ المشيئة اللي الانسان عجز عن انه ينفذها ويعيشها. عشان كده تبص تلاقوه تملي يقول اني ما بتكلمش من ذاتي، ولكن انا بتكلم كما سمعت من ابي، وما بعملش من ذاتي، لكن بعمل الاعمال اللي بيعملها ابي. ويعلن ان ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني، بل طعاني ان اصنع مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. كان عمل المسيح الاساسي هو انه ينفذ مشيئة الاب بجسم بشريتنا، وما كانش حد يقدر ينفذ مشيئة الاب بيرفكت 100% الا الابن، لان هو والاب واحد. ده حتى لما حد فينا بيكلف واحد بانه يعمل له خدمة او يؤدي له مهمة، بيفضل قلقان برغم عارف ان اللي كلفه ده بيحبه وهيعمل له اللي هو عايزه، لكن بيفضل قلقان يحسن ما يعملش الحاجة بالظبط زي ما هو عايز. يفضل يسأله عملت كذا وعملت كذا ورحت الحتة الفلانية وسويت الامر الفلاني. ما كانش حد يقدر يتمم مشيئة الله اتمام كامل وتام الا الله نفسه. عشان كده كان جه دور المسيح اني مخلي ارادته وذاته، وكنائب عن البشرية وفي جسمه البشرية كلها، جه هدفه الوحيد انه يصنع مشيئة الاب. والحد الصليب كانت مشيئة الاب، بذل ابنه الوحيد واتم هذه المشيئة واعلن انه اكملها لما صرخ وقال قد اكمل. لكن علشان يتبرهن على قبول الاب ذلك العمل الذي عمله الابن، وعلشان يعلن لكل البشرية ان الاب ارتضى وصر بالعمل اللي عمله الابن وان كل شيء فعلا قد اكمل، كان لابد ان الاب يقيم الابن. اعلان على قبول الاب وارتضاء الاب وسرور الاب بما صنعه الابن من اجل البشرية. عشان كده كلمة اقامه الله من الاموات ودفع اليه كل سلطان، مش لانه كان ناقص في السلطان، لكن لانه يحمل الكنيسة في جسم بشريته، فبيستقبل كل الاب عايز يعطيه للكنيسة. فكان لازم انه الاب يقيمه كعلامة رضا وقبول وسرور وكمال العمل الذي اتمه الابن على الصليب. عشان كده بالرغم من ان المسيح كانت فيه قوة القيامة وكان يقوم من ذاته،
إلا أنه ترك الموضوع ده وسلم مشيئة القيامة إلى الآب، لأن هو من الأول خالص جاي يتمم مشيئة الآب. فحتى النهاية كان لابد أن يكون القيامة بمشيئة الآب أيضا، لأن القيامة دي بقت بتاعتنا إحنا. عشان كده برغم أن المسيح كانت فيه قوة القيامة، لكن الآب أقامه بالمشيئة، إعلان على قبول الآب لما قدمه الابن من أجل البشرية، مش لأن المسيح في سلطانه أقل، لا، ده كل الأمور اللي بتتم دي كانت من أجلنا إحنا. عشان كده بيقول دفع إلي كل سلطان. طب والسلطان ده فين؟ في السماء والأرض. ما هو هذا السلطان اللي دفع للمسيح، عشان تفهموا انه ما كانش لشخص المسيح في ذاته، ولكن كان للكنيسة. المسيح ادى للكنيسة، ولأول مرة تستودع في الكنيسة، ما تحلونه على الارض يكون محلول في السماء، وما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماء. سلطان للسماء وعلى الارض. والسيد المسيح لما اعطى هذا السلطان واستودعه للكنيسة قال للتلاميذ كده اذهبوا وتلمذوا كل الامم، اخرجوا انتشروا وزعوا السلطان ده لكل العالم، متعوا كل الخليقة وكل الانسانية بهذا السلطان. اذا كان للسيد المسيح ليه سلطان في السماء انه يرسل الروح القدس، وليه سلطان انه يغفر الخطايا، وليه سلطان ان يستجيب الطلبات التي تقدم باسمه، وليه سلطان انه يفتح باب الملكوت لكل انسان، فكل هذا السلطان يسلمه الى الكنيسة ويعطيه الى الكنيسة، ويقول للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا كل الامم، مش شعب واحد، شعب مختار. في الاول لما بعثهم قال لهم اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضالة، لكن بعد القيامة قال لهم اذهبوا الى كل الامم، متعوا كل الخليقة، مسيح العالم كله اللي بيقدم هذا السلطان اللي اتموا واستلموا واخدوا وسلموا للبشرية وسلموا للخليقة. اذهبوا، روحوا لحد الناس. وهي دي مشكلة الكنيسة الان، كنيستنا كنيسة ضعيفة الان، ما هيش قوية زي الكنيسة الاولى، لان الكنيسة الاولى كانت متحركة ناحية البشرية، هي اللي بتذهب لحد عندها، هي اللي بتدور على الضال، هي اللي بتكرز وتبشر وتعلن فرحة الخلاص. لكن الكنيسة دلوقتي قاعدة في مكانها ومستنية الناس تجيلها، لما نجيلنا نبقى ناخد اعترافاتهم ونقبل توبتهم، لكن ما بتسعاش، ما بتجريش ناحية شعبها. عشان كده الكنيسة بتضعف، مستنية الناس لما تيجي، مستنية ان الخروف الضال يجي لوحده، لكن ما بتاخدش مبدأ المبادرة انها تذهب اليه، برغم ان كان امر المسيح للكنيسة اذهبوا اوصلوا لحد كل واحد في مكانه. تلمذوهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وتلاحظوا ان المسيح ما قالش باسماء الاب والابن والروح القدس، لكن قال باسم، لان هو اسم ايه؟ واحد فقط. عمدوهم لان العماد ده هو علامة العهد الجديد، والمعمودية دي هي باب الاسرار، اول سر ناخده عشان ينفتح لنا بعد كده كل الاسرار التانية، سر التثبيت وسر الغفران وسر التناول، سر الشفاء، كل الاسرار التانية ما نقدرش ناخدها الا بالمعمودية، علامة العهد. ان كل السلطان اللي المسيح ادى للخليقة ما تقدرش الخليقة تاخده الا من هذا الباب، باب المعمودية، ان كل واحد يدخل في عهد بينه وبين المسيح، بينه وبين الثالوث،
عشان كده قال بدون المعمودية إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لا يقدر إنه يتمتع بهذا السلطان وبهذه الأسرار وبهذا الفداء. دخلوهم من الباب اللي هو المعمودية، لكن مش تدخلوهم وتسبوهم، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، علموهم تلمذوهم، اشعلوا باستمرار ذلك الروح الناري اللي قبلوه في المعمودية. عمل الله انه يعطيك هذا الخلاص وهذا الفتاء وهذا السلطان، لكن عملك انت انك تعيشه، انك تتعلمه، انك تمارسه، انك تضرمه في حياتك، انك تتفاعل بيه، مش بس تعمدوهم وتسيبوهم وترموهم، لكن لا، علموهم جميع ما اوصيتكم به. خليهم يعيشوا الكلمة بتاعتي، الوصية بتاعتي، قوة قيامتي. طب ونجيب قوة منين يا رب ان احنا نعمل العملية الصعبة دهية؟ قال لهم ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. مش هتعملوا ده بقوتكم انتم او بتقواكم، لكن من خلال وجودي معكم. ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. متعهم بوجود دائم في كل زمان وفي كل مكان. حضور المسيح في حياتنا، مش هي دي النبوة اللي تنبأ من آلاف السنين عنها أشعياء؟ يدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. أهو المسيح بيحقق اسمه في حياة البشرية. ها أنا معكم عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. معنا معنا فوق الظروف وفوق المكان وفوق الزمان وفوق الأحداث وفوق الأشخاص. هو معانا كحقيقة اختبارية، بس المهم احنا اللي نكون معاه. هو معانا لان وعده صادق ولا يمكن ان يكون كاذب، بس المشكلة فينا ان احنا اللي نكون معاه. هو معانا لكن دورنا ان احنا نكون معاه. عشان كده الواحد اللي يقف يقول لربنا خليك معايا، ايه خليك معايا؟ ما قالك انا معاك كل الايام والى انقضاء الدهر. انت مش مصدق في كلامي ان انا معاك، بتيجي تطلب تاني وتقول خليك معايا؟ لا، غير الطلبة بتاعتك واطلب من ربنا حاجة تاني. قل له خليني يا رب معاك، خليني انا معاك، لاني واثق ان انت معايا. لكن المهم انا يا رب اللي اكون معاك. حتى في ليتورجية القداس لما الكاهن بيقول الرب مع جميعكم، بيؤكد الحقيقة ان ربنا معانا. طب ويسألك السؤال الثاني، اين هي قلوبكم؟ هو معاكم لكن انتم معاه ولا مش معاه؟ فالشعب لابد انه يصرخ ويقول هي عند الرب، ان لابد ان قلوبنا تبقى معاه زي ما هو معانا. فالمسيح بيدي التلاميذ قوة القيامة ويؤكد أمين أن هذا الكلام صادق ولا يمكن أن يكون فيه أي كذب. القيامة اللي المسيح دفعها لينا وسلمها لنا، تعالوا نشوف معناها إيه بالنسبة لحياتنا الشخصية. ما من شخص جرب مثل السيد المسيح. في ناس كتيرة مروا بتجارب مريرة، لكن ما حدش جرب زي المسيح. اللي جرب من اهله، من اصحابه، من تلاميذه، ومن الحكماء بتوعه، جرب في مبادئه وتعاليمه، في محبته وفي اقواله وفي معجزاته. كانوا بيرفضوا كل ده، حتى معجزاته قالوا عليه ببع لذابول رئيس الشياطين. جرب في جسده، جرب في آلامه، جرب حتى موته، انزل من على الصليب. وعشان تقدروا تقدروا
معنى هذه التجربة المرة كل ما يزداد نبل الإنسان وبر هذا الإنسان كل ما تزداد معاه مرارة التجربة. يعني لو واحد طبيعته وحشة ويجي عليه من كل هذه الأشياء مش هتفرق معاه كتير، لكن واحد طبيعته نبيلة مقدسة ومباركة ويجرب بكل هذه التجارب بتأثر فيه جدا. عشان كده إن كان المسيح جرب بهذه الآلام ومدى معاناته لدرجة أنه صرخ نفسي حزينة جدا حتى الموت، كان لابد له أن يتقبل تعزية عوض كل هذه الآلام. طب والتعزية دي قبلها من مين؟ من الله الآب اللي أقامه، اللي دفع ليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض. عشان تفهموا برضك ليه أقامه الآب بالرغم أن كان قوة القيامة فيه، ليس فقط لأنه كان مخضع المشيئة للآب في كل شيء وكان ينتظر أن يقيمه الآب بالمشيئة، ولكن أيضا لكان ما يأخذ تلك التعزية، تعزية القبول والفرح والسرور بما صنعه. القيامة كانت حاضرة فيه وموجودة فيه، لكن كانت منتظرة مشيئة الآب. المسيح لما قام بقوة جبارة وبقدرات فائقة وبإمكانيات الخليقة الجديدة، وهو بهذه الإمكانيات الفائقة عايز يذهب كل هذا لنا. لما بيدخل فينا ويتحد بينا، حتى فاكرين ولما دخل العلية والأبواب مغلقة وإدى التلاميذ سلام، المسيح لما يخش فينا حتى لو حواسنا مغلقة، حتى لو احنا مش شايفين، وحتى لو الفكر ده في منتهى الغباء مش قادر يفهم، المسيح عنده قدرة انه يتسلل الى داخلنا والحواس مقفولة كلها وينشئ في داخلنا حالة من السلام والفرح. سلام لكم، ففرح التلاميذ اذ رأى الرب، لان المسيح قام بطبيعة جديدة عايز يدهلنا، ومش ممكن حيدهلنا الا اذا دخل جوانا والا اذا اتحدنا بيه وصرنا فيه وهو فينا. طب وهو يقدر يخش جوانا بالرغم من ثقل الجسد وتعبه وشهواته وضعفاته وعدم الايمان وضعف الايمان والحواس المغلقة اللي مش قادرة تنفتح عليه؟ يقدر يخش والابواب مغلقة. فدخول المسيح فينا واتحدنا بيه هو خلقة جديدة للانسان. ولما نحب نحط تعريف للانسان الجديد او الخليقة الجديدة، ملهاش تعريف الا ان احنا نعرفها بان يسوع المسيح فينا. ايه هي الخليقة الجديدة؟ الخليقة الجديدة هي ان يسوع المسيح يبقى فينا. عشان كده لما تيجي تبصوا في رسائل بولس الرسول تلاقوا بولس الرسول بيكرر كلمة في المسيح بالمسيح كتير قوي قوي. يعني كنموذج هناخده بعد انجيل معلمنا متى رسالة بولس الرسول لأفسس، لانها الرسالة اللي بتتكلم عن القيامة وعن الصعود وعن فرحة وابتهاج القيامة. توصل تقول يقول في المسيح وبالمسيح، يكررها كل كلمة يقول في المسيح، يعني مختارين في المسيح، نتبارك في المسيح، نؤمن في المسيح، نرجو في المسيح، مخلوقين خلقة جديدة في يسوع المسيح، شركاء في الميراث في يسوع المسيح، كل حاجة في المسيح في المسيح في المسيح. ما هي دي الخليقة الجديدة. عشان كده الاتحاد بالمسيح والمسيح يجي يبقى فينا يحول لنا كل ما للمسيح، يعطينا كل امكانيات المسيح وكل ما للمسيح. هنشوف المعنى العجيب ده في رسائل بولس الرسول، ازاي انا بقالي امكانيات المسيح لما بقى المسيح فيا، وكل حاجة باخدها في المسيح، استطيع كل شيء في المسيح. القيامة كانت قوة هائلة
قادرة على التغيير، زي ما بولس الرسول بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. وشفنا رموز كتيرة على ازاي ان القيامة دي قوة تعطى للانسان عشان يقدر يخش الصليب. يقول لأعرفه وقوة قيامته قبل ما اعرف شركة آلامه واتشبه بموته. لان لو ما خدتش قوة القيامة قبل ما اخش الآلام ما استحملهاش، ما اقدرش عليها. عشان كده احنا بالنسبة لنا ناخد القيامة الاول فنستطيع ان ندخل الى الصليب. لكن بالنسبة للمسيح، المسيح جاز في الالم وفي الصليب قبل ما ياخد القيامة، لكن انا ما اقدرش. وشفنا المثال الجميل لكده ابراهيم ابو الاباء، انه في اليوم الثالث رأى الموضع اللي هيذبح فيه اسحاق. لما اخذ قوة القيامة قدر ان هو يحط اسحاق على المذبح. حتى لما كان ربنا قال لموسى طلع شعبي في البرية ليعبدوني، موسى يروح يقول للفرعون نذهب مسيرة 3 ايام ثم نذبح للرب. ما نقدرش نذبح قبل 3 ايام. فرعون يقول له طب امشي بس يوم كده واذبح، يقول له 3 ايام اخد قوة القيامة عشان اقدر اذبح. والآية الجميلة اللي بيقولها بولس الرسول في روميا الاصحاح الاولاني، يقول تعين ابن الله بقوة بروح القداسة بالقيامة من الاموات. تعين بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. يعني قيامة الاموات ده معناه تعيين، دفع الي كل سلطان بقوة. كانت القيامة قوة في شخص المسيح واستعلنت لنا، والمسيح بيسلمنا القوة دهية. لأعرفه وقوة قيامته، قوة هائلة على تغيير كل شيء، قوة القيامة. شوفوا منظر الناس اللي قبل القيامة ومنظر التلاميذ بعد قيامة المسيح، قوة هائلة على التغيير. المسيح بيسلمنا القوة دهية. دي القوة دهية فتحت لينا الباب اللي كان بيفصل ما بين العالم الحاضر والعالم الآخر أو العالم الأبدي. مش فتحت السماء على الأرض. كل دراستنا في إنجيل متى بنشوف إزاي السيد المسيح بينشئ فكرة الملكوت وحياة الملكوت في داخلنا. وتكلمنا عن إنجيل متى إن هو إنجيل الملكوت، إزاي الواحد يعيش ملكوت السماوات. يستحيل على الإنسان إنه يدخل الملكوت بمجرد كلام بيسمعه فقط. معرفة الطريق شيء، وإنما أمشي في الطريق ده شيء تاني.